إذا بعد ما بدأت الشركة الأولى وبدأت عدة أعمال وحققت نجاحات في الواقع، هل تعتقد إنه هذا الموضوع يعود إلى مثلاً عبد الله الرشيد من ناحية عقلية أم موهبة أم خبرة؟ شوف، هي يعني ربما زي ما يقولوا little of each، يعني هي تجتمع لي وأهم من كل شيء. أهم شيء الإنسان لما يجي مثلاً خاصة بالعمل الحر، شوف الوظيفي موضوع ثاني، فيها مجاملات وفيها تهاون وفيها زي ما يقولوا يعني يسامحوه حاجة، بس لما تجي أنت تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت عيشتك لازم تكون لازم تكون أنت تنجح. أول شيء المثابرة، بعدين تحافظ على الوقت، يعني مش تجي على كيفك أي وقت تجي على عملك. هذول نقطتين مهمة جدا. والحاجة الثالثة، لازم أي مشروع تبغى تقدم عليه لازم تدرسه دراسة دقيقة وتكون مقتنع. لما أنت تكون تدرس المشروع وتقتنع منه وتعرف أن عندك الإمكانيات اللي هي سواء أنها الإمكانيات العلمية أو يعني المادية، لازم تقرر وتستمر فيه بدون تردد. التردد هو عدوك، زي ما يقول بدو يقول إن شفت جبان أفلح، الجبان ما يفلح. وأهم شيء بالنسبة لأي مشروع سواء إنه صناعي أنا برأيي أو إنه خدمي أو مقاولات، العنصر البشري، إيجاد العنصر البشري المؤهل لقيادة المشروع. أما عملية تبغى تبدي مشروع وبس تروح تسافر الهند وتخملك 5 هنود ولا تروح أي محل ثاني، ما يمكن تنجح. العنصر البشري المؤهل قادر أن يقود المشروع هذا أهم من كل شيء.